الشعب العراقي أنطى رأيه ومن خلال تصويت البرلمان وخلال الصوت الأمريكي، وهنالك تعنت من قبل أمريكا في هذا المجال ولم تعطي فرصة سانحة للشعب العراقي. واليوم كل اللي قاعد يصار من توجهات وأفكار وتدخلات ومنظمات هي أساسها أمريكا، لذلك أمريكا هي مثل ما يقول الشيطان الأكبر اسم العراق. لهذا اليوم على الحكومة العراقية، وهنالك أعتقد صرح البارحة رئيس الوزراء أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك انسحاب القوات الأمريكية وتعلن هذا. وأنا صرحت قبل الفترة أنه سنة 2025 نتأمل أنه تنسحب القوات الأمريكية من العراق. شكرا.